شايفين اللي قاعد هناك ده؟ بس ما تبصوش مره واحده، انا حاسه ان هو قاعد بيراقبنا. ايوه هو قاعد بيراقبنا من الصبح. طب ما تيجوا نغير المكان. ايه ده جاي علينا يا جماعه. طب اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم خالص. لو سمحتي ممكن كلمه؟ ايوه. نادر الرفاعي رسام. انا بصراحه مش فاهمه حاجه. الصوره دي انا رسمتها لكم وانتوا قاعدين، وده عنوان المرسم بتاعي. اول ما ترجعي مصر لو فاضيه عدي عليا، هرسم لك احلى بورتريه في حياتي. اتفضلي.